لو قال لك قائل كيف أكون مؤمن بالله؟ تقول تؤمن بالله، تؤمن بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتؤمن بوجود الله، تؤمن بتوحيد الربوبية أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأفعال العباد، توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. توحيد إخواننا، ما يمكن أننا ندعي أننا على التوحيد ونحن لا نعرف التوحيد، وإلا كان أبو جهل أعلم منا بأصل الإسلام. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، إن هناك من ينكر وجود الله أصلا. ما الأدلة على وجود الله؟ الأدلة على وجود الله إجمالا أربعة، أدلة إجمالية أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. العقل يستحيل أن يأتي عاقل على وجه الأرض ينظر هذا الانتظام البديع في الكون، المجرات والبحار والأنهار والأشجار وتعاقب الليل والنهار، إلا ولا بد أن يثبت أن لهذا الكون خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الثاني الحس، تكون في كرب وشدة ترفع يدك للسماء تقول يا رب يا رب يا رب فرجها، تجدها تنفرج. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ما في السماء من سحابة، لم ينزل عليه الصلاة والسلام إلا لحية النبي صلى الله عليه وسلم تقطر ماء، دليل حسي محسوس. الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار أخذوا يدعون وإذا بالصخرة تنفرج أمامهم، دليل محسوس ملموس. الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو مجساني، وهذا الإشكال عندنا في هذه الأيام، أفلام كرتون يعلم الأولاد السحر، وأصبح السحر في أفلام كرتون شيء متفق عليه ومن المسلمات، والأولاد الصغار في الغالب إذا سقط منه سن استقبل ماذا؟ الشمس، وقال يا شمس يا شموسة خذي سني. صحيح السن، الشمس تعطيك سن العروس أو سن العجوز أو كذا، هذا الشرك أكبر. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الرابع الشرع، وهو كثير، بل لا يوجد آية في كتاب الله إلا وتدل على التوحيد. الثاني الإيمان بالملائكة، نؤمن. لو قال لك قائل كيف الإيمان بالملائكة؟ تقول نؤمن بأنهم عالم غيبي خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصون، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. أرواح روح القدس، أجساد جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، قلوب وعقول حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. نؤمن بكل الملائكة عليهم السلام، وبما علمنا الله من أسمائهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وملك الموت لم يثبت عندنا تسمية ملك الموت بعزرائيل. من أسمائهم وصفاتهم والأعمالهم والأخبار التي جاءت عنهم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، تؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء أنها كلام الله وأنها منزلة لمخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب وبما علمنا الله من أسمائها، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام، وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب. ولهذا لا يمكن أننا نرجع إلى الإسرائيليات ونترك ما جاء في القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص في كتاب الله، لماذا نعدل عن أحسن القصص ونرجع إلى الإسرائيليات؟ لماذا نرجع إلى المتهوكين والحيارة والمتفلسفة ونترك هذا الكتاب الذي فيه كل خير لنا في الدنيا وفي الآخرة؟ الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، عبيد لا يعبدون، رسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، أدوا الأمانة والله ونصحوا الأمة وجاهدوا في حق وجاهدوا في الله حق جهاده ونصحوا الأمة. أول الأنبياء آدم،
وأول الرسل نوح، وخاتم الأنبياء ورسل محمد عليهم الصلاة والسلام. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والله هو كافر كفر أكبر كائنا من كان، ولا يمكن أن يصدق. صحيح، بل قال بعض العلماء لو ظهر عندنا إنسان وادعى النبوة وقال له آخر مد هات آية، لو قال له هات آية هذا معناه أن هذا الذي يقول هات آية هو كافر كفر أكبر. لماذا؟ لأن نعتقد أن يمكن أن يأتي أحد بالنبوة والرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ختم الله سبحانه وتعالى به النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم والأخبار التي جاءت عنهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. ماذا يكون بعد الموت؟ خروج الروح وقبض الملائكة لها وصعودا بها إلى السماء، تفتح وتغلق لها أبواب السماء، عودتهم بها للجسد، يسمع قرع عالم، سؤال الملكين في القبر عن الأصول الثلاثة، من ربك، ما دينك، من نبيك عليه الصلاة والسلام. إذا لم تتعلم هذه الأصول الثلاثة في الدنيا والله لن تجيب عنها في القبر. عذاب القبر، نعيم القبر، البعث، النشور، الجزاء، الصراط، الجنة، النار، شفاعة، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. وفي هذه الأيام هناك من يشكك في أمور مسلمات عندنا لا يمكن يشك فيها مسلم. الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. ويذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الإيمان بالقضاء والقدر على أربعة مراتب، أربع مراتب: علم وكتابة ومشيئة وخلق. علم أن تؤمن أن الله علم كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الكتابة أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. المشيئة للعبد مشيئة وإرادة، لكن هذه المشيئة والإرادة تحت مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأتوا حرثكم أن شئتم. الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله تابع له، فهي مخلوق مثله، والله خلقكم وما تعملون. وهناك من يشكك اليوم في القضاء والقدر ويشكك في علم الله سبحانه وتعالى ويحتج بالقضاء والقدر على ماذا؟ على المعائب. يشرب الخمر، لماذا تشرب الخمر؟ قال لو شاء الله ما شربت الخمر، ما شربت الخمر، فماذا تصنع به هذا؟ حتى يقتنع، تضربه حتى يغمى عليه، تضربه حتى يغمى عليه. فإذا أفاق قال ليش تضرب؟ تقول قدر الله. أتلومن على شيء كتب الله؟ كتب الله نضربك، إيش أصنع؟ اقتنع ورجع عن هذا تزيد الثانية، لا تضرب أحد. لكن هذا حتى تفهم القاعدة. رفع سارق إلى أمين المؤمنين عمر رضي الله عنه وأمر عمر رضي الله عنه أن تقطع يده، حد من حدود الله. فجاء هذا السارق معترضا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أتلومني على شيء كتب الله عليه؟ إنما سرقت بقضاء الله. فقال له عمر رضي الله عنه ونحن والله لا نقطع إلا بقضاء الله، أتلومني على شيء كتب الله علينا؟ كتب الله أن نقطع يدك، ماذا نصنع؟ احتج عليه بنفس الحجة. الأخير